هذه المباراة القوية اللي خسرت المنتخب المغربي، يعني بعد ما وصلت الحلم اللي كنا يعني ما عمرنا حلمناه، الحمد لله منين وصلنا بعدا غير لهذا الشيء، عمرنا كنا كنتخيلوا راسنا نوصلوا لهذا الشيء، وديما المغرب صراحه الدراري قدموا بوم ماتش، ما عندنا ما نتسالوهم، لعبوا بالنفس، لعبوا بالروح الوطنيه ديالهم، تقاتلوا ديال بصح، كان داك الشيء عمرنا كنا كنتوقعوا ان وصلوا لهذا الشيء، والحمد لله وصلنا ليه، وديما المغرب وصولوا بلا كارمل هي اللي كاينه، مرحبا بكم عندي في القهوه فرهوره في اي وقيته. بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغيو نشكروا اسود الاطلس اللعابه ديالنا الرجال على هذا الاداء المشرف، لعبا واداء، كنبغيو نشكروا الطاقم التقني الطاقم الفني على اللي سهروا على التطور ديال المنتخب الوطني، كنبغيو نشكروا السي وليد الركراكي وتحيه الاستاذ ديالنا تيدعمنا وتعاوننا باش نتفرجوا في الماتشات باش نشجعوا نساندوا المنتخب الوطني ديالنا، وحنا درنا النيه والكمال على الله، وتحيه للدي جي علاء خونا اللي تيصايب لنا اللعيبات في القهاوي وتكبير تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر عاش الملك. اذا متابعي الكرام متابعي شوف تي في، يعني كما كنشوفوا فرحه، يعني ولو يعني انهزام المنتخب المغربي، يعني الناس فرحانه رغم الحزن، رغم يعني هذا حفل كروي عزيز، يعني هذا حفل كروي، يعني كما كنشوفوا المنتخب المغربي اللي الحلم كما ما عمرنا يعني كنا كنحلموا بهذا الحلم. اجي بنتي اجي عندي غرش خرجتي في المقابله؟ تفضل. الصراحة ما كنتش متوقعة منهم غيديروا المجهود ديالهم، فعلا داروا المجهود ديالهم، وكنتمنى ان شاء الله دائما يبقوا ناجحين، وشكرا لهم وشكرا للعابة كاملين. ديما مغرب الحمد لله تشرفنا بهذا المستوى اللي قدموا المنتخب الوطني، ماشي اليوم زعما، يعني على بطولة كاملة، كانت بطولة مشرفة للعرب ماشي لينا بوحدينا ولا افريقيا كذلك، ونتمناهم الله ان شاء الله 2026 ان شاء الله باش لا الماتش الجاي ان شاء الله غادي نربحوه، غنجيو حنا في الطروازيم ان شاء الله، و 2026 ان شاء الله غندو كوب دي موند على شنو. تفرجتي في المقابلة؟ خويا تفرجنا في المنتخب وماشي مشكل، حيت زدنا للدوم فيناش شي حاجة اللي ما قدرش يديرها أي واحد، وان شاء الله كاس افريقيا راه نديو حنا يلقى مع السيمانه ديما مغرب ولا ديما مغرب ولا وخسرنا، ولكن المره الجايه ان شاء الله يكون خير، غتقاتلوا معنا حتى هما ما ردوش لهم اللوم، غتقاتلوا معنا فورزا بلا كارمي، فورزا بلا كارمي هي اللي كاينه. السلام عليكم، اولا بسم الله الرحمن الرحيم. المغرب لعب مزيان، المغرب لعب مزيان، ولكن ما كانش خص يلعب بثلاثه في اللور، كان فهمتي جاسف بسيس الحظ، يعني واخا هكاك مازال ولكن فهمتي واخا هكاك لعبوا مزيان ماشي مشكل، هما شي بنات باقي ما صحاب لهم، ما عارفينش بان باقي عندنا ماتش، صحاب لهم فهمتي غنلعبوا مزيان. خويا وليد الركراكي دار خطا، ما كانش ديما عسكر شر القبر وكاع الزرار يا خويا، ان شاء الله باقي الكلاسمون نقدروا نديو حنا الثالثين مع كرواتيا ولا شي حاجه، ولكن هاني راه باقي كاس افريقيا وباقي لاكوب من هنا 4 سنين، باقي شحال من حاجه ان شاء الله. ملي شتي المباراة تخلعتي قلتي صافي تقصينا الحمد لله، مازال واحد المقابلة اصلا هذا راه انجاز تاريخ، مازال واحد المقابلة ان شاء الله، نهار السبت نتلاقاو ان شاء الله في حد الحد لا الحال الحال زدتهم اللي خسروا ضروري ضروري اصلا هذا راه انجاز تاريخ، هذا راه انجاز تاريخ وهانية واخا خسروا هانية، ولكن دار واحد الغلط هي كان دخل سيس ما كانش خاصو يلعب، كان مضروب كان ما خاصوش يلعب، اصلا ما تفرجتيش يلعب 4-3-3 لا تفرجت، ولكن شوف ديما مغرب ديما مغرب ديما وداد ديما وداد والوينر. اذا متابعي الكرام متابعين شوف تي في، يعني كما كتشوفوا الاجواء يعني بعد يعني ديما مغرب بنتي هضرات صافي، لا بنتي هضرات، هي بنتي هضرات وديما مغرب.
ديما وديما مهرب وديما مهرب لا غير دابا اذا يعني كما كنشوفوا ولو يعني خساره شفتوا هذه الحصه شفتوا ديال شوفوا القناه داير ابوني ان شاء الله نجيو حنا الثالثين ان شاء الله قناة الشعب راه لايف هذا راه بغينا ندخلوه عند الناس دابا هاد لايف داز ياك يعني المتابعين الكرام يعني كما كنشوفوا يعني ولو يعني خسارة شوف انا من هنايا فين ما حنا بشكل اخر ياك واش دابا نخرج شي ساعة باش كيف نفرق عندك يعني متابعي الكرام متابعي شوف تيفي يعني كما كنشوفوا الان يعني ولو خساره بهدفين الصفر كتشوفوا بان الناس خارج الشارع كانت تحتفل يعني بهذا الانجاز اللي قدموا السي وليد الركراكي اللي حلم ما كانوش يعني المغاربه كيتوقعوا بانهم بغا يوصلوا لهذا المقابله لهذا ولكن الحمد لله يعني بقوه المنتخب بقوه يعني الجمهور التشجيعات الحمد لله اللي وصلوا لواحد النهائية ولكن مساعكم صحة يعني وخا تقصينا يعني كتشوف يعني جماهير فخورة هذا الإنجاز اللي قام به السي وليد الركراكي يعني ديما تفرجت فيها وداروا المجهود ديالهم بزاف وانا فرحانه بهم وكيبقاو اسود المغرب وهما دائما غنحطوهم امثله قدامنا وتبارك الله عليهم ديما مغرب يعني داروا المجهودات ديالهم وكثر من اللازم ماشي مشكل المهم كتبقى بروح رياضيه دزنا ودزنا في دومي فينال تبارك الله عليهم ديما عليهم ماشي عليك شكون في المقابله تاع المباشر تاع شوف تي في شوفوا المغاربه كاملين اش اسعد فين هو تاع المباشر اش اسعد المهم خويا زياش صيفط لك واحد الميساج من هذا المنبر كامل اخويا ان شاء الله سلام بونو خويا بونو تحياتي لك المهم لا تقاتلوا اخويا بزاف اخويا ولكن المهم هذا الماتش هذا راه لعبوا فيه واحد الدرجه ناضيه ولكن ما كتشافش هرسنا ذاك البيت الاولاني وكاين ماشي مشكل 2026 ان شاء الله نرونوها وان شاء الله انا بغينا نجي هاد البطوله بغينا تجي في المغرب بغينا نجي في الشيخ الضاوي تحيه للناس ديال جامايكا الشيخ الضاوي المسيره واحد تحيه ليونس الحلا تحيه للسمومه الله يعاونكم سير كراكي سير كراكي؟ لا سير كراكي حتى هو الله يسهل عليه ومهم اصلا بوكا تهلا براسك راه كاين الشخص نمشيو تهلا اذا يعني المباشر قناه المباشر بغيت نقول لكم الخوت الله يعين المنتخب شوف انا ولا انا بغيت نقول لكم الخوت المنتخب المغربي لعب مزيان وما بقاش فيكم الحال واخا هاني يبقى فينا الحال حتى وصلنا للدومي فينال
ولكن هادشي اللي عطا الله وفرنسا ولاد الحرام حتى هما ولاد الحرام وصافي. المهم الركراك الله طلافوك تبارك الله عليك. الدراري شو كونوا عاليين 2026 تلقاني في المنتخب شرف بكم كاملين ان شاء الله. او قطع الهضره اخويا قطع الله يسلمك. اذا متابعينا شفتي يعني كنا الفرحه ولو يعني خساره بهدفين صفر. الجماهير المغربيه تشجع المنتخب المغربي وكتقول لهم برافو عليكم على هذا الانجاز وكذلك يعني تحجر الاخر يعني وكذلك مازال الخير قدام ان شاء الله. إذن كما ترون احتفالات يعني الجماهير المغربية يعني هذا السحاق العظيم يعني ولو الخسارة يعني ولو السمتة كما نقولوا بالعربية كتبقى المنتخب المغربي الفوق كتبقى المنتخب المغربي من أقوى الفرق الدول العربية. اخويا السلام عليكم. وعليكم السلام. تفرجت في المقابله؟ تفرجت في المقابله دازت زوينه، مباراه زوينه بزاف، لعبوا من قلبهم ولكن الكره ما بغاتناش يعني لحد ما سعفناش لحد في كل حد ما ساعدناش، ولكن ان شاء الله مربوحه. شوف غير ملي وصلنا لهذا الفينال هذا هو الفضل عندي انايا وخصنا نحتفلوا بهم. كي هذه الخساره ماشي خساره كنقول انا العالم اكزاكتومون سي العالم شرفنا وفيف لوغوا وفيف شنو نقول لك الاسود يبقاو اسود ديما اسود الاطلس تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم. انا جاتني بكيه بكيت ولكن الحمد لله على اي حال الحمد لله على كل حال الحمد لله الحمد لله خويا يعني كل المغاربه كانوا تتمنوا اليوم الفوز اكزاكتومون. حنا فزنا الحمد لله. انا تنقول لحد ما ساعدناش لان لعبوا لحد اللي ما ساعفناش. شكرا خويا. صافي داكشي اللي غادي تقولوا هي راه قلتو انايا والله ما بقى لي ما نعبر. المهم برافو عليهم لعبوا صراحه الله لعبوا معنا ما نقولوا فيهم والحمد لله. الماتش الجاي ان شاء الله تكون مربوحه ان شاء الله وفيف لو ماروك وشرفنا بالمغاربه وكل شيء الحمد لله الحمد لله مربوحه ان شاء الله. السلام عليكم خويا. كنشكر وليد الركراك اللي وصلنا لهذه المرحله هذه وراه فهمتي هذا بحد ذاته راه كاس بحال قلتي دينا كاس العالم واني وان شاء الله غنلعبوا على نلعبوا واخويا شوف فيا فاش كون كندوي عندو خويا. كنشكرو وليد الركراكي على هذه المرحله اللي وصلنا لها وهذا بحد ذاته انجاز وان شاء الله غنديو المرتبه الثالثه ان شاء الله وصافي وديما قريب وديما عسكر. إذن متابعي الكرام ولولا الأمطار يعني الجماهير المغربية كتخرج تحتفل. تفرجت في المقابلة؟ تفرجت فيها خويا. بعد ما فازت لفرنسا واش كان الإحساس ديالك؟ ما كان إحساس خايب صراحة ولكن تنشكرو المنتخب الوطني الركراكي على هذا المستوى اللي وصل ليه بهذا الفريق وشكرا عاوتاني للمجموعة اللي وصلت لهذا المستوى وإن شاء الله العام الجاي يكون شي حاجة زوينة في الكاف ونديو الكاف.
أو ديما عسكر صالو بلاكار مقاع جراد ولد القحط. انت في دار جراد معلومش الله.